أكثر من 40 شهيدا في غارات روسية على سوق شعبية في مدينة أريحة بريف إدلب. بدء عمليات تبادل الأسرى بين الجيش اللبناني وجبهة النصرة. بلش تقريبا في الساعة 3 الصبح تسللت مجموعة شديدة تقريبا بحدود 35-40 شخص. بعد المجزرة شهادات لناجين من ريف حلب الشمالي تؤكد اتخاذ المدنيين دروعا بشرية من قبل الوحدات الكردية.